طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مع النقطة رقم دي في المطلوب الثاني، واللي هي الـ ICMB Mask Replies. إيه Mask Replies ده؟ إحنا مش يعني مرينا بالـ ICMB Redirect، الـ ICMB Unreachable، دلوقتي الـ ICMB Mask Replies. لو جينا هنا نشوف الـ ICMB Mask Replies، بيقول لي the Internet Message Protocol ICMB Mask Reply message are sent when the network device want to get the subnet mask information of the subnet. The Internet Message Control Protocol ICMB Mask Reply message can be used by an attacker for reconnaissance. Here, reconnaissance استطلاع استكشاف. To disable the Internet Messaging Protocol ICMB Mask Replies, use no IP Mask Reply command from the interface configuration mode. An adversary sends ICMB message type 17 address mask to request and gather information about the target network configuration. The ICMB mask requests are defined by blah 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 blah. إيه معنى الحوار الماسك ريبلاي؟ لنفترض على سبيل المثال، الرجل ده عايز يعرف السبنت بتاع الانترفيس اللي موجودة فيه اللينكة بتاعت الراوتر ده، او لينكة تانية، whatever اللينكة التانية فين، على بعد راوتر، راوترين، ثلاث رواتر. ازاي بيعمل ده؟ يعني انا دلوقتي مثلا كالي، لو جيت هنا الراجل ده مين الجيت واي بتاعه؟ لو بصينا هنا راوتر 41 رابط مع لينكس ماشين بالانترفيس جيج 3. لو انا فتحت الراوتر ده قلت له شو اي بي انترفيس بريف جيج 3، هذا الادرس المستخدم از جيت واي لمين؟ لللينكس ماشين هنا، تمام. الراجل ده في سبنت سلاش كام؟ شو ران انترفيس جيج 3 سلاش كام؟ سلاش 24. طب هنا الراجل ده هيقول اتش بينج 3 اي سي ام بي مش عارف كام، hping 3-icmb address، وهكتب الادرس اللي انا عايز السبنت بتاعه 192.168.1. انا مستخدم واحد. اوكي يبقى السيرفيس نفسها مقفوله 3 اي بي ماسك ريبلاي. هي اصلا باي ديفولت مقفوله، خلينا نفعلها وبعدين نرجع تاني للمشين. بص كده، لما هتقول له اتش بينج تاني يقول لك اوكي، ان الماسك المستخدم في هذه الشبكه هو كام؟ 255 255 255 مش عارف 0/24. خلاص. طب لو انا غيرت الماسك، قلت له تاني شوف قبل الايه، قبل الماسك بتاع الايه، ماشي شباب؟ يبقى اذا الاي سي ام بي ماسك ريبلاي بيستخدم للايه؟ ان انا اعرف السبنت ماسك بتاع الايه، بتاع الادرس اللي انا ايه متارجته، عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل ريكونسنس، استكشاف او استطلاع او استخبار، قول زي ما عايز تقول. واضحه شباب ولا في اشكاليه؟ الكوماند بتلغيه، هو اصلا ملغي،
disabled by default بتفعله او بتلغيه ب IP mask reply no IP mask reply. في سؤال شباب فيها ولا الدنيا تمام؟ لا والله مش مهندس.